السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. تلقيت بعض الأسئلة من إحدى الإخوة بخصوص حذف الإيميلات المسجلة على صفحة تسجيل الدخول إلى حسابك على الفيسبوك بعد التحديث الأخير. فبالنسبة للشرح سوف أتطرق إلى طريقتين، الطريقة الأولى وهي سهلة جدا، وكذلك الطريقة الثانية فهي نفس الشيء. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح. في البداية سوف تقوم بالدخول إلى حسابك على الفيسبوك أو للفيسبوك عامة من خلال الموقع الرسمي بهذا الشكل. فأنا على سبيل المثال قمت بتسجيل الدخول إلى حساب وقمت بإغلاق الحساب في نفس الوقت، قمت بإغلاق غلق الحساب. لاحظوا معي هنا، فالطريقة الأولى بسيطة جدا. تأتي إلى هنا سوف تجد هنا علامة المضروبة، تقوم بإزالتها بهذا الشكل، سوف يتم إزالة الإيميل. لاحظوا معي هنا، تمت إزالة الإيميل بكل سهولة. هذه بالنسبة للطريقة الأولى. أما بالنسبة للطريقة الثانية التي تكون الإيميلات مسجلة على المتصفح، فإذا قمنا بالنقل هنا سوف نجد أن الإيميلات المسجلة على هذا الشكل كما تلاحظون معي إخواني الكرام. إذن كيف نقوم بحذف هذه الإيميلات؟ كل ما عليك فعله هو أن تقوم، إذا كنت تريد أن تقوم بحذف هذه الإيميلات لا بد أن يكون لديك حاسوب. هذه الطريقة تشتغل في البداية على الحاسوب. سوف تقوم بوضع الموس على الإيميل، هذا هو الإيميل قمنا بوضع عليه الموس. نذهب الآن إلى لوحة المفاتيح الخاص بالحاسوب الخاص بنا، ننقر على شيفت. شيفت هي، سوف أضع لكم صورة حتى تتضح لكم الأمور، وهي عبارة عن كما قلنا إحدى الأزرار الخاصة بلوحة المفاتيح التي يتواجد عليها سهم يصعد إلى الأعلى. تقوم بالنقر عليه، ثم زر الخاص بالحذف أو الديليت بهذا الشكل، سوف يتم حذفه كما تلاحظون معي. الآن سوف نقوم بالتعليم على الثاني، نفس الشيء كما قلنا، تذهب مباشرة إلى لوحة المفاتيح، سوف تجد زر سهم يشير إلى الأعلى، تقوم بالنقر عليه، ثم تذهب إلى زر الخاص بديليت أو سيبريمي أو الحذف، تنقر عليه بهذا الشكل، سوف يتم حذف الإيميل. نفس الشيء ينطبق على هذا الإيميل الأخير أو هذا الاسم الأخير، شيفت ثم ديليت. وبذلك نكون قد قمنا بإزالة الإيميلات المسجلة على صفحة تسجيل الدخول إلى حسابنا على الفيسبوك بطريقة سهلة جدا كما تلاحظون. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.